بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا هذا اليوم هو الـ probability أو الاحتمالية. لو كنت طبيب في إحدى المستشفيات وسألتك عن حالة المريض، شو تقول لي؟ مصاب 100% أو احتمالية إصابته المريض؟ يقول احتمالية إصابته. إذن هنا قانون الاحتمالية يشتغل عندنا بالطب. ماكو شيء 100%. The medicine is an inexact science، يعني ماكو شيء مطلق 100%. The physician can rarely predict an outcome with absolute certainty. المريض الطبيب ما يقدر يعطيك او يتوقع الاوتكم مال الديزيز with absolute certainty، ما يقدر يقول لك انه هذا مريض بهذا المرض 100% الا بعد اجراء بعض الاختبارات. The result of available diagnostic tests are not necessarily absolutely accurate، but it definitely affects the probability of a presence or absence of disease. بعض التحاليل أو الاختبارات اللي نسويها للمريض هي مو بال بالنتيجة النهائية أن تكون أنه صحيحة 100%، لكنه هي تأثر على من تأثر على احتمالية وجود أو عدم وجود المرض. يعني الرزالة تقول لك احتمال positive disease or negative. The theory of probability underlies the method for drawing statistical inference in medicine through quantifying the uncertainty inherent in decision-making process. يعني نظرية probability هي اللي تساعد على أو تأثر على drawing statistical inference. Statistical inference هو الconclusion اللي احنا نحصله عن طريق ناخذ sample من population ونسوي في التست عليه، والresult اللي تطلع نقدر نعممها عليه من نعممها على total population. The probability theory allows clinicians to draw conclusion about population of patient based on non-information about sample drawn from that population. نفس الحكي اللي حكيناه. The probability it's the likelihood of occurrence of a certain event compared to the total event. Likelihood of occurrence of certain event compared to the total event. يعني إيش قد من الكل هي احتمالية حدوث أو وقوع حدث معين مقارنة بكل الأحداث اللي ممكن أن تحدث. نعطيكم مثال. مثلا هذا اللايس يسمونه أو النرد أو إحنا نسميه بمصطلح العام يزار. إيش كم وجه به هذا؟ به تقريبا بست وجوه. هذا النرد بست وجوه، 1 2 3 4 5 و6. إيش قد احتمالية يطلع لنا وجه واحد إذا نرمي الزار؟ إذا نرمي هاي الطريقة، إذا نرمي إيش قد احتمالية تطلع؟ إيش كم وجه تطلع لنا بالرمية الواحدة؟ وجه واحد من 6 وجوه. إذا الاحتمالية إيش قد مالتنا؟ 1/6. 1/6 لكل رمية، 1/6 لكل رمية. نأخذ مثال آخر، القطعة النقدية. إيش كم وجه بيها؟ بيها وجهين. بها وجهين، وجه ويسمون الوجه يعني الوجه ويسمون الفيس اند تيل، زين، او احنا نسميها طرك بالعراقي. احتمال ايش قد يعني ايش كم وجه يطلع بالرميه الواحده؟ وجه واحد. هي كم وجه بها؟ وجهين. فاذا الحدث الواقع على مجموع الاحداث اللي ممكن تتوقعها ان تحدث. بالرميه الواحده ايش كم وجه يطلع لنا؟ يطلع لنا وجه. ايش كم وجه بها؟ هو بها وجهين، فواحد على اثنين، واحد على اثنين او 50% بالرمية الواحدة. So the probability، نوع هذا P المفروض المزدى بالprobability P والإيه هو الevents. The probability of event هو number of times of events occurs. ال number of times of event can occur. يعني مثلا بالزار منرمي كم مرة يحدث عندنا number of times occur، يعني وجه واحد على عدد الوجوه يمكن تحدث 6، فواحد على 6. بالقطعة النقدية كذلك، كم مرة كم وجه يطلع عندنا؟ يطلع وجه واحد. بالاحتمالات كلها هو 2. فال probability of events هو number of times of events occurs and number of times of events can occur. نرى هذا الرمز هو probability of occurrence of an event. ال probability of an event is a non-negative number، مطلقا ما يكون عدد سالب. ال probability هي محصورة بين الصفر وبين الواحد، بين الصفر وبين الواحد. أوكي. مثلا اذا نرجع للرمي القطعة النقدية، مجموع اذا كان رميناها، اذا عدم
إذا عدم حدوث وجه واحد صفر، على عدد احتمالات تقدر تصير صفر على اثنين، إذا صفر. إذا مجموع الرميات واحد على اثنين واحد على اثنين، مجموع قد يصير اثنين على اثنين، فيصير اثنين على اثنين واحد أو 100%. probability of values lies between 0 and 1، احتمالية هي بين الصفر والواحد. الصفر هو event cannot occur نهائيا، أما probability of value 1 means that the event will definitely occur، يعني حدوثه 100%. value of 0.5 means that the probability of occurrence of event is equal to probability of non-occurrence of that event، مثل القطعة النقدية. The sum of probabilities or relative frequency of all events can occur in the sample must be 100. 100% واحد. يعني إذا أخذنا بالزار نفسه sum of probabilities، كم احتمالية بيها؟ هو بست وجوه. لازم نرمي ست مرات، إذا رمينا ست مرات كل وجه احتمال 1 على 6 زائد 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 1 على 6 ست مرات. 1 على 6 ست مرات، مجموع ايش قد يطلع؟ 6 على 6، اذا مجموع هو 100%. 6 على 6 يساوي 1 وهو 100%. عندنا هذا المثال distribution of cholesterol serum cholesterol values per milligram per deciliter of 1047 individuals. هذا الليفل مال الكوليسترول ليفل اخذنا من سامبل، مجموع السامبل هو 1047 individuals. اخذنا السامبل مالتهم ورتبناه على شكل كلاس انترفلز. لاحظوا هنا كلاس انترفلز، الكلاس الاول هو less than 160، الليفل مال الكوليسترول هو اقل من 160، من 160 الى 199، 200 الى 239، الى يوصل اخر شيء more than 360، اكثر من 360 ملغ بير ديسيلتر. كم كلاس عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 كلاسز. كل كلاس بي فريكوانسي، الى فريكوانسي، يعني هذا الفريكوانسي الاول مال الكلاس الاول 31 بيشنت هم الليفل مال الكوليسترول مالتهم اقل من 136، 143 بيشنت الليفل مال الكوليسترول مالتهم اقل من يتراوح من 160 الى 99، 358 الليفل مال الكوليسترول من 200 الى 239 وهكذا. لا الريليتيف فريكوانسي مال كل كلاس، يعني هذول ال 31 بيشنت اذا نقسمهم على التوتال ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع 3%. هذا 3 3% طبعا، لاحظوا 3%، 3% منين؟ من الكل، 3% من الكل نسبتهم، والثاني 12.8% من الكل. اذا مجموع ذول 3% زائد 12% زائد 43% زائد 3 زائد 1% يطلع التوتال هنا 100%. فمجموع الريليتيف فريكوانسيز هو 100%، مجموع الريليتيف فريكوانسي مال احتمالات حدوث البروبابيلتي مالته هو 100%. هذا مثال اخر، هذا جدول نسميه 2 باي 2 تيبلز، هذا بس التوضيح تحفظوه، يعني مو نحفظ هاي الشغلات، مو بس نحفظ هاي شنو معنى ترو بوزيتيف فولس بوزيتيف. زين هذا نسميه 2 باي 2 تيبلز، هذه الارقام اللي 7 وال 4 وال 8 86 وال 3 هاي نسميها فريكوانسيز، فريكونسيز، وهذا هي التوتالز مال الكل، التوتالز مال هذا مقارنة بين اكو يسمونه جولد ستاندرد تيست وبين سكرينينج تيست. التيست الاول هنا وهذا المشخصة 100%، هذا مشخصة بال100 وهذا لا مو 100%. فمعطيكم مثال هنا، مثلا ديزيز بوزيتيف مشخص، ديزيز بوزيتيف شو عندنا؟ ناس مرضى حقيقيين هم 10%، والناس غير مصابين 90%، بينما بالتيست الجديد اللي سويناه شو قد مصابين؟ يطلع عندنا 11%، والناس الأصحاء هم 89%. فمقارنة هنا هاي الرموز، مثلا ترو بوزيتيف يقول لك هذا تي بوزيتيف مع ترو بوزيتيف، ترو بوزيتيف الناس اللي هم ديزيزد والتست الجديد طلعهم أيضا ديزيزد 7%، الثاني هاي 3% هم ديزيزد لكن التست يطلعهم طلعهم نيجاتيف ما بيمشي 3%. زين هنا عندنا الديزيز نيجاتيف يعني هم اصلا ما عندهم مرض، هذول اللي 90 واحد التيست مطلعهم 4، فهذول نسميهم فولس بوزيتيف، وهذا هم اصلا نيجاتيف والتيست ايضا مطلعهم نيجاتيف. فشوف هنا بالازرق هذا الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف، هذا توافق بين التيست، بين السكرينينج تيست هذا وبين التيست الحقيقي اللي هو جولد ستاندرد 100%، يعني هم حقيقه مرضى والتيست طلعهم مرضى، زين نسميه ترو بوزيتيف، هم حقيقه غير مصابين والتست طلعهم غير مصابين نسميه ترو نيجاتيف. هنا اختلاف الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، وجه اختلاف بين المرضى الحقيقيين وبين التست،
يعني هم ارضا حقيقه هم غير مرضى، لكن التيست يطلعهم طلعهم مرضى، فهم فولز، لكن التيست يطلعهم طلعهم بوزيتيف مرضى، هم فولز غير مرضى. هنا هم ايضا مرضى لكن التيست يطلعهم طلعهم نيجاتيف، نسميه فولز، فولز نيجاتيف. فولز بوزيتيف يعني هم غير مرضى والتيست يطلعهم بوزيتيف، وهنا هم مرضى والتيست يطلعهم نيجاتيف. اوكي، هذا شرع عليه ترو بوزيتيف مين ذا بيرسون هاف ذا ديزيز اند ذي شو تيست بوزيتيف، ترو نيجاتيف means the person have the disease have true negative person have no disease sorry هذا صح have no disease هذا true negative هو have no disease and they test show negative هنا المفروض have no disease هذه النقطة الثانية لازم تصح have no disease have no disease هذا يصير هنا يصير no disease have no disease. Okay. Have no disease. And test show negative. The false positive means the person have no disease and they show test positive. False negative means the person have disease and they show test negative. Okay. Marginal probability. هاي نجي لأنواع الـ probability، marginal probability. الـ probability of disease positive، هذه marginal، لاحظوا أنا برسم هذا اللون الأزرق الغامق هو المارجن مال الـ 2x2 table. المارجن مال الـ 2x2 table. المارجنال probability، يعني هنا probability of disease positive، probability of disease positive، هذا disease positive. جد من توتال هذا probability هو 10 من 100. زين فعشرة من 100 يطلع هذا 0.1 هو probability of disease. ال probability of disease negative probability margin مالته 90 على 100. ال probability of test positive هذه 11 من 100 و probability of test negative 89 من 100. نجي للنوع الثاني نسميه joint probability. joint يعني واحد تقاطعه، ال probability متقاطعه. probability of occurrence of two or more than events simultaneously في نفس الوقت، ونرمز له probability of A and B. probability of A and B joint probability مثلا عندنا هنا probability of disease positive and test positive. probability of disease positive and test positive ويساوي 7 هذه على 100، 7 على 100. probability of disease negative and test disease negative and test positive 4 على 100. و probability of test negative and disease positive 3 من 100. و probability of test negative and disease negative هو 86%. نجي النوع الثاني هو الكونديشنال probability. كونديشنال شرطية، يعني شرطية the probability of occurrence of an event given that another event had already occurred. حدوث probability of occurrence of an event given that بشرط another event had already occurred، يعني حاصل حدوث وقوع حدث معين بشرط حدوث بشرط يكون الحدث الآخر هو واقع أصلا. فنرمز له بهذا الرمز probability of B given that، هاي العلامة given that نسميها A، يعني probability of occurrence of B given that A occurred، ويساوي probability of B and A، هذه نسميها joint، وهذه نسميها على probability of A على marginal. occurrence of an event occurrence of the event B when the A had already occurred. هذا مثال عليها على conditional probability أو الشرطية نسميها. نعطيكم مثلا probability of disease positive given that test positive given that test positive، يعني احتمالية حدوث وقوع احتمالية حدوث انه يكون الشخص مريض بشرط انه التست يكون positive. فهذا probability of disease positive هذا يساوي probability of disease positive and test positive على probability of test positive. لاحظوا يعني هذه 7 على 100
على 11 على 100 ويساوي 7 على 11 ويساوي 63.64. نجي المثال الآخر. probability of disease negative given that test positive، بشرط أن يكون test positive. نفس القانون، نفس القانون probability of disease negative and test positive على probability of test positive. هذا 4 على 100 على 11 على 100. اكو rules بالprobability، قوانين، هذه قوانين تحفظ طبعا. اول واحد نسميه اذا كان independent events، او في حال وجود and، في حال وجود كلمة and، لاحظوا هنا هاي الand، في حال وجود كلمة and بالسؤال او بالمثال نستخدم نسميه multiplication rule، يعني علامة الضرب الفي. اذا كانت موجودة الand نستخدم الفي. اول قانون اذا كان independent event، if the occurrence of event A is not affected by occurrence of event B، probability of A and B، هذا القانون مالته يساوي probability of A في probability of B. هذا المultiplication rule، يعني علامة الضرب، هذه نستخدمها. إذا جانا الأند بالسؤال نستخدم علامة الضرب. في حال independent يعني واحد ما يأثر على الثاني نستخدم هذا القانون probability A of A في probability of B. multiplication rules of probability when and is used. مثال: what is the probability of selecting two patients randomly, both of them serum cholesterol level of less than 160 milligram per deciliter؟ شنو احتمالية انه ناخذ two patients randomly, both of them serum cholesterol level اقل من 160 milligram؟ ايش كم واحد عندنا هذا الاقل من 3؟ فاحتمال ذول الاثنين يعني 0.3 0.03 and 0.03، يعني الاثنين صار عندي واحد اثنين and. ف probability of الاول هو relative frequency نفسه، هو لدى احتماليه الاولى 0.03 والثانيه 0.03، نضربهم يطلع 0.009، يعني 0.09 بالبرسنت 9%. multiplication rule independent event، هذا نفس الشيء. what's the probability of having two boys in two successive pregnancies، two successive pregnancies، ايش قد بالاولى قد احتمال تجيب ولد لو بنيه؟ بالاولى خلينا نقول ولادتين واحده ورا الثانيه، لو ولد لو بنيه يعني ايش قد؟ يعني 50-50، لو ولد لو بنيه زين ف 50%، والثانيه هم لو ولد لو بنيه. فمجموع ما دام قلت اند pregnancy الاولى اند pregnancy الثانيه، فشو يصير 0.5 في 0.5 هو يساوي 0.25%. إذا أنت لكنه نون إندبندنت، نون إندبندنت يعني واحد معتمد على الثاني، نون إندبندنت، نون وإندبندنت النفي بالنفي، فيصير ديبندنت إيفنت. occurrence of event A is affected by occurrence of event B if the two events are related or associated. مثل ليش؟ هذا القانون مالته probability of A and B يساوي probability of A given that B في هذا الشيء، probability of A and B يساوي probability of A given that B multiply probability of B. So it is joint probability. non independent، أعطيكم مثال على هذا non independent. هذا المثال: what is the probability of selecting an individual who is disease negative and test negative؟ disease negative and test negative، يعني هنا شرط ان واحد يعتمد على الثاني، and شوف and انا dependent. the probability of disease negative and test negative هي conditional، conditional for disease negative and test negative جد 86 على جد على 100. نجي another rules اللي هو addition rules أو probability، اللي عندما نستخدم الأور، عندما تكون الأور بالسؤال نستخدم addition rule يعني الزائد. إذا كان and بالسؤال and نستخدم الفي أو multiplication، إذا كان أور بالسؤال نستخدم الزائد أو نسميه addition rule. addition rule، addition rule بيها احتمالين. الاحتمال الأول هو يكون mutually exclusive events،
ميتشوالي اكسكلوسيف ايفنت، يعني الايفنت الاول يمنع حدوث الايفنت الثاني، او معناه انه ما يمكن يصير نفس الايفنت ات ذا سيم تايم. ميتشوالي اكسكلوسيف يعني واحد يقص الاخر، واحد يقص الاخر. ميتشوالي اكسكلوسيف the event that cannot be occur cannot occur together, that's to say the occurrence of one event will exclude the occurrence of the other events. القانون مالته هذا هو probability of A or B يساوي probability of A plus probability of B. من قلنا نستخدم ال or ال or زين، اذا قال لك ال or هذه فمعناه addition rule زائد، اذا قال لك or زائد، اذا قال لك and لا نستخدم الفي. مثال: What is the probability of selecting at random a person with serum cholesterol of less than 160 or serum cholesterol more than 360 milligram per deciliter؟ أول شيء لاحظوا هو هنا or، إذن شنو؟ Addition rule. زين، ال 160 ممكن حدوثها ويا 360؟ غير ممكن حدوثها، شخص واحد. بيرسون، شوفوا بيرسون واحد يعني، ممكن نلقى السيرم كوليسترول مالته 160 نلقى نفس البيرسون اكثر من 360؟ لا. فاذا البروبابيلتي مالته شو يصير؟ هو زاد، فشو يصير البروبابيلتي اوف؟ ارجع للقانون، نرجع للقانون مالته هذا، شو يقول القانون؟ probability of A or B يساوي probability of A زائد probability of B. البروبابيلتي اوف A ايش قد هنا؟ 3%. وال probability of B جيد هو يعني probability of less than 160 و3%، وال probability of more than 360 هو 1.2%، فنجمعها يطلع 4.2%. زين، إذا كان non mutually exclusive يعني ما حد ماكو الخيار الأول ما يقصد الثاني، probability of A or B أم أديشن رول، لكن راح القانون مالته هذا راح يصير هيك، القانون مالته probability of A or B بشرط انه non mutually exclusive يصير probability of A plus the probability of B minus probability of A and B. هذا القانون مالته، قوانين تحفظ. مثال the probability of D، طبعا نفس المثال القديم هذا ال 2x2 table مالته، probability of disease negative or test negative. Disease negative or test negative then mutual exclusive يعني ممكن حدوثهم نفس الوقت، لو ممكن حدوثهم نفس الوقت، إذا نستخدم الرول الثاني. مادام قال لك or، مادام قال لك or، إذا نستخدم القانون الثاني اللي probability of D so probability of D negative زائد probability of test negative minus probability of D negative and test negative. الأولى إيش قد probability of disease negative؟ 90%، والثاني probability of test negative 89%، زائدها والبروبابيلتي اوف ديزيز نيجاتيف اند تيست نيجاتيف اللي هي كان اللي هي جاينت 86%، ويطلع 93%. عندنا مثال اخر، هذا مثال the result of blood type and sex of 100 individual what is the probability that an individual picked at random from group has. مثال الاول شطينا هنا، مثال الاول شو مطيني؟ مطيني probability of female given that، وعنا بالشرط هذه given that blood group A، given that blood group A يعني بالشرط انه تكون blood group A. شنو الحل مالته؟ نرجع للقانون مالته اللي هو probability of يعني female given that blood group A ويساوي probability of female and blood group A، female and blood group A زين على probability of blood group A. probability of female and blood group A يعني 18% على 35% probability of هذا blood group A probability of female and blood group A على 100 على probability of blood group A اللي 35%. الثاني blood group B and female نفس الشيء، blood group B and شرط يكون female يعني على نفس القانون نستخدمه هذا probability of ويساوي probability of blood group blood group A and female نفسه 18% على probability of female اللي هي 50%. واضح طبعا. الورا probability of blood group O
اور اي بلد جروب او اور اي اور اي بلد جروب او اور اي زين هنا اور الاور شو نستخدم بيها الاور هو الاديشن رول الاور اديشن رول زين هنا ميوتشوال اكسكلوسيف لو لا يعني الاو ممكن حدوث نفس الوقت لو لا ممكن حدوث نفس ما ممكن حدوث نفس الوقت او لا اور اذا استخدم القانون مالت ال ميوتشوال اكسكلوسيف هو probability of blood group او اور اي زين blood group probability of blood group blood group او زائدا العفو زائدا blood group اي probability of blood group اي نرجع للقانون نرجع للقانون هذا شوفه هذا الاور شوف هذا القانون مالت mutual exclusive probability of blood group probability of A or B هنا قال mutual exclusive ف probability of A زائد probability of B نرجع لمثالنا ما دام قال لك هو probability of group O or A يعني هذا mutually exclusive or A mutually exclusive إذن زين probability of blood group O و زائد probability of blood group A هذه هي القانون القانون رجع شوفوا الناتج ما دام قال or إذن هو plus احتمالية blood group O زائد يعني probability of blood group O plus probability of blood group O اللي هو 40 على 100 زائد probability of blood group A اللي هي 35 على 100 ويطلع تقريبا 75% وهل ورا نفس الشيء هو probability of blood group O and male and male شوف هنا دام قال لك dependent او independent هذا هنا زين blood group O and A probability of blood group O and male مادام قال لك and then multiplication rule هذا probability of blood group O في ال probability of blood group probability of blood group O في probability of male زين الثاني probability of blood group A بشرط male نستخدم القانون مالته هذا probability of blood group A B and male على probability of male اللي وراه نفس القانون الاخر probability of female and blood group O female and blood group O هم نفس الشيء نستخدمه قانون مالته هذا and يعني multiplication rule هنا or male or blood group O هذا multiplication rule هنا or معناه نستخدم الجمع probability of زين هذا mutual exclusive or not لا not mutual exclusive اخير واحد probability of blood group B اللي هي probability of blood group B هي 15 على 100 هذا مثال اخر هذا مثال اخر نعطيكم مثال هنا في 200 شخص 200 شخص مصابين ديزيز صار عندهم فود بويزنينج حفله مال سمك 200 شخص قسم منهم اكلوا وصار عندهم ديزيز قسم منهم ما اكلوا قسم من اكلوا وصار عندهم ديزيز قسم ما اكلوا وصار عندهم ديزيز ما صار عندهم ديزيز نوت ال هسه ديزيز عنده 110 والنوت ديزيز هو 90 والتوتال هم 200 اللي اكلوا سمك 120 واللي ما اكلوا سمك 80 ايش قد اللي عندهم اكلوا هم اكلوا سمك ومرضى هم 90 واحد زين اللي ما اكلوا سمك ومرضى هم 20 واحد اللي اكلوا بس ما تمرضوا 30 واحد واللي هم ما اكلوا سمك وما تمرضوا هم 60 واحد ايش يريد من عندنا بالسؤال هنا What is the probability that a student become ill after eating fish?
يعني ما شرطية. جده شنو احتمالية that student become ill after eating fish؟ يعني هنا شو يصير عندنا؟ نستخدم القانون مال من مال الجيفن ذات، مال الشرطية، مال الجيفن ذات، مال الشرطية اللي هو هذا القانون أول واحد استخدمناه اللي هو هذا القانون given that. هذا القانون نستخدم قانون الشرط conditional probability. واضح هسه هذا. What is the probability that student become ill after eating fish؟ كم واحد شنو احتمالية probability that student، يعني شو نخلي بالأول، شو نكتب هنا probability of ill given that eating fish. شو يصير عندنا هذا probability of ill given that eating fish. الثاني was the probability that student does not become ill after eating fish. هم راح يصير عندنا probability of ill given that eating fish. والوراء what's the probability that student become ill if no fish eating. هذا هم ناس شوفه يعني probability of ill given that no fish eating. والوراء what is the probability that student who attend the party become ill. هذا لا، هذا ايش قد عدد المرضى اللي هم يعني probability، يصير هذا probability of ill، probability of ill what is the probability of ill. الوراء what's the probability that student with food poisoning ate fish، يعني هو عنده food poisoning زين، هو اكل فيش لكن بشرط انه عنده food poisoning. راح يصير بالعكس هنا probability of eat fish given that ill. هذا probability of eat fish given that ill. What is the probability that student who attend party did not eat fish، يعني ايش قد احتماليتنا probability of not eat fish. هذا probability of not eat fish. مثال اخر هذا the following table shows the outcome of 500 interviews completed during survey to study of opinion of resident of a certain city about legalized abortion. The data are also classified by the area of the city in which questionnaire was completed. هنا باعوا السؤال شو يقول هنا، مطيكم outcome، مطيكم مقسم السيتي الى اربع مساحات ومسوي questionnaire على مود شنو هذا الكوستشنير مالته ليجالايز ابورشن على الاسقاط يعني الشرع القانوني. فشايف هنا اول الاراء فور يعني مع ضد انديسايد يعني ما غير موافق مع القانون بالمدينه اي منطقه اي هم 100 واحد ضدها 20 غير مقررين 5 الثاني كذلك 15 وهكذا مسوي الجدول هذا. يريد هو calculate the following probabilities. أول شيء probability of A and R، probability of A and R، هذا A and R، A and R يعني 5 على 500. والثاني A and R هذا 5 شوفوا 5 على 500. والوراء probability of disease of D 125 على 500. والوراء probability of Q against R D، R D ال R هنا قال R يعني شنو جمع probability of Q R D زين. هنا mutual exclusive or not؟ لا مو mutual exclusive. ف probability of تستخدم القانون الأول مال probability مال R اللي هو non mutual exclusive. والوراء probability of D هذه 125 على 500. والprobability of Q بشرط D هذا هم نفس القانون مال، ونفس الشيء وراء probability of B بمثابة R. Thank you very much.